تعالوا مع بعض نعمل البان كيك مقاديره على الشاشه بسيطه وسهله. معانا فراوله يا بتاع الفراوله الله يرحمك يا عم متقال، معانا فانيليا، معانا دقيق، معانا بيض، معانا حليب، معانا قرفه ناعمه، معانا صوص فراوله للفراوله. نشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، وما ننساش معانا مضرب قوي عشان نخفق البيض جيدا قبل إضافة بقية المقادير. حلو قوي. نعم عينيا. العجينة جاهزة. قوالب البان كيك معانا. دي زبدة وزيت. اوعى تحط زبدة بس. هتتحمر البان كيك ومش هتستوي من جوه. لازم تحط زبدة وزيت زي ما أنا اشتغلت كده. والعجينة بتاعتنا الحلوة للأمانة هنحطها هنا. عشان نوزع بالتساوي. هقول لك على حاجه حلوه، عايزه تشوفي العجينه مكلكعه منك ولا مش مكلكعه. هقول لك على حاجه حلوه دلوقتي وانا شغال، بس بعد ما نحط شويه في الطاسه. كفايه. حلو، يلا بينا. معانا قرفه، باخد القرفه دي كده حطها هنا، حطها هنا. اه بس سلة وانا رايح حاجة، ناس عايزة تروح. اه وده كمان هنا. مش ساعات كده واحنا صغيرين يقول لك افكار بتلاتة تعرفها؟ عرايش الشيف المغازي. اه حلو، نحط شوية بان كيك. كده كده. سامعين صوت داوود باشا وهو بيعلي صوته؟ تعلي صوتك ليه؟ صوت حلو. ها نهدي النار. لازم وانت بتعملي البان كيك أول حاجة تحط تسخن الطاسة كويس، وبعدين تهديها كده بالراحة. نمسح البوتاجاز بتاعنا ونقف. دي بتاخد وقت شوية، عشان كده لازم تكوني رايقة وما انتش مستعجلة وفايقة في المطبخ وانت بتعمليها. امتى الفراولة هنحطها؟ هقول لحضراتكم حالا دلوقتي. أخبار داوود باشا؟ تيجي نشوفه مع بعض البان كيك بتاعنا. نجيب اسباتيولا زي دي كده، ما فيهاش طبعا لا بصل ولا توم. اشتغلت بالجلافزات فيها بصل وتوم، غيرها لان وارد تمسكها بايدك. الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا، تعلمي بنوتك لما تخش المطبخ. ابنك هاوي مطبخ ويطلع شيف زي الشيف المغازي برضه يتعلم منك، تبقي ورثتيه حاجات حلوه، ولما ربنا يكرمه يقول ام علمتني بابا علمني وهكذا. اهو هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بسم الله بدأنا من هنا. يلا بينا اهي. ايه يا حلاوه؟ العود القرفه هنا نمسكها زي الايه؟ زي المروحه. اهو الله. اهو عملت حاجه انا؟ العود القرفه هنا اداني طعم، اداني شكل، اداني لون. اهو زي ما انا شغال كده. معانا الطبق التقديم. نلم عينيا. اهو الطبق ده حلو. معانا فراولة حلوة. كفاية أربعة يعني؟ عيني. حاضر. أهو أنا إذا كان عليا عايز أعمل كمية والله. أهو تاخد الفراولة دي نحطها هنا كده. زي ما أنا شغال كده. في طريقتين ممكن تقطعي فراولة وتحطيها جوه البان كيك، بس في انا مش بحب جوه الحشوه بتاعت البان كيك فواكه، بحب طعمها كده حلو واخده طعم الفانيليا. وشويه الفراوله دول اقطعهم واقول لك هتعملي ايه دلوقتي. زي ما هم كده. الله. بس تنزلي بيها بالبان كيك عليها وهي سخنه، خلي بالك. يعني البان كيك ينزل على الفراوله والبان كيك سخن، انا اسف. لازم البان كيك يكون هنا سخن. حلو يا ويلي. يلا بينا. نعم
لا امسكها من هنا. هو ده الكلام. بص بص على الحلاوه. اهو الله. اهو تفرق هنا بقى لما تنزلي بقى سخنه كده. الفراوله هنا ايه بتاخد ايه حمام بخار. الف انا وشيفها. طب ده تتصوري جنبه. هنحط صوص الفراوله الحلو ده كده. مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين. بساطه سهوله مرونه، ولكن الاهم من ده كله انك تكوني بتحب المطبخ وحابه تخش المطبخ تعملي حاجه حلوه لضيوفك واولادك، وتفاجئهم دايما بافكار بسيطه وسهله من ابتكار الشيف المغازي. يعني رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.